لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الامل، قال: وعن انس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الامل وهذا اجله، فبينما هو كذلك اذ جاء الخط الاقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الانسان وهذا اجله محيطا به او قد احاط به، وهو الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. في هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا، وهذا من اساليب التعليم التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر علينا ان المعلم لا بد ان ينوع في اساليب التعليم حتى يكون هذا التعليم اقبل للمتعلم وايضا اذهب للملل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل طرقا كثيره في التعليم، منها هذه الخطوط التي كان يخطها. ففي هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا، وهذه الخطوط التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم هي الاعراض والافات التي تعرض على المرء في حياته. خط خطوطا فقال: هذا الامل، امل المرء، وامل المرء هو الذي يجعله يسوف في هذه الحياه الدنيا. قال: وهذا اجله، فبينما هو كذلك، يعني يتبع الامل، اذ جاءه الخط الاقرب وهو الاجل. فلذلك على المسلم الا يركن الى هذه الحياه الدنيا ولا يتبع الامل، فإن الأمل يسوف العمل، وإذا سوف العمل جاءه الأجل وباغته ولم يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، خط خطا مربعا، وخط خطا في وسطه، خط خطا في وسطه، وخطوطا في تحته. هذه الخطوط التي في الأسفل هي الأعراض، والخط الذي وضعه في النصف صلى الله عليه وسلم جعل الأمل خارج هذا المربع، جعل الأمل خارج هذا المربع، وجعل أجله فوقه. فهذه الأعراض التي الخطوط التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعراض والآفات التي تعرض على المرء، إن فاته هذا جاءه هذا، وإن فاته هذا جاءه هذا، ولا زال هو في أمله البعيد عنه. لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم خارج هذا المربع الذي رسمه، والمربع هو الأجل، فلا بد أن يأتيك هذا الأجل، إن جاءك من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا. وهذا يفيدنا أن الإنسان لا يركن إلى هذه الحياة الدنيا، فإن سلم اليوم لن يسلم غدا، فلا بد أن يأتي على المرء الموت الذي لا مفر منه ولا محيط. وكلنا يعلم هذه الحقيقة، ولكن الشأن، كل الشأن، أن يستعد المرء للقاء ربه سبحانه وتعالى، وأن يستغل هذه اللحظات في هذه الحياة الدنيا بالطاعة والقربات التي تنفعه عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا مسيا، أو غنى مضغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال، لأن المسلم تعرض عليه العوارض وتحدث له الآفات التي تمنعه من الأعمال الصالحات، فلذلك ينبغي عليه أن يبادر، بادر ما دمت في وقت الصحة ووقت العافية ووقت الحياة، لأنه إذا جاءتك الأعراض أشغلتك عن الطاعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه
الأعراض السبعة المشغلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. والمرء في الغالب يكون بين هذا وهذا، إما فقر وإما غنى، فالفقر يجعل المرء ينسى ذكر الله عز وجل، لأنه يسعى في البحث عن لقمة العيش، عن ملبسه، عن مأكله، عن مشربه، عن أموره الدنيوية، فيغفل عن ذكر الله في الغالب. وكذلك الغنى المطغي، وهذا هو الأصل في الإنسان، أنه إذا اغتنى طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كل الإنسان إلا ما رحم الله. فلذلك على المرء أن يستعد قبل الفقر المنسي وقبل الغنى المطغي، وإذا كان فقيرا فليصبر، وإذا كان غنيا فليشكر، ولكن هذا هو الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه الأغلبية، أن الفقر ينسي ذكر الله، وأن الغنى يطغي عبد الله. قال أو مرضا مفسدا، الإنسان في وقت صحته قد يستطيع أن يعمل أعمالا كثيرة، ولكن إذا جاءه المرض لم يستطع أن يعمل الأعمال التي كان يعملها في وقت صحته. ولذلك أعظم ما يستعد به المرء للقاء ربه أن يستغل وقت الصحة والعافية. استغل وقت صحتك وعافيتك، لأنه إذا فجأك المرض لن تستطيع أن تعمل ما كنت تعمل. ولذلك من فضل الله على عبده أنه إذا جاءته الأعراض المشغلة وقد كان يفعل الأعمال الصالحة قبل ذلك، أنها تكتب له في وقت شغله عن الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال أو هرما مفندا، يعني تأتيه الشيخوخة التي تحطم قوة الشباب. قال أو موتا مجهزا الذي لا حيلة فيه، أو قال الدجال فشر غائب ينتظر. أعظم فتنة منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا إلى أن تقوم الساعة فتنة الدجال، ولذلك أمرنا أن نتعوذ من فتنة الدجال في كل صلاة، لأن فتنته عظيمة تذهب بلباب العقول، ولذلك يتبعه الكثير من الناس، يأتيهم بأمور خارقة للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى عليه فتنة للناس، فيفتتن به خلق كثير، فيأتيه الرجل يقول أنا أعرفه، ثم يأتي إليه ويكفر بالله ويؤمن به. لذلك فتنة عظيمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد عنه. وهذه قاعدة في كل الفتن، ابتعد عنها لا تقرب منها، لأنك قد تأتي إليها وأنت متيقن أنك تعرف الحق من الباطل، ثم تدخل في هذه الفتن وهذه الشبهات والأهواء ولا تخرج منها سالما. فقال أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، والساعة لا بد من لقيها من الجن والإنس، والجميع سيلقى الساعة وسيرى أعماله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من ذكر الموت. بعض الناس إذا ذكر الموت ما أحب ذكر الموت، قد تنكدون علينا الحياة. ليس المسألة تنكيد لحياتك، وإنما تذكير لك بمصيرك حتى لا تغفل ولا تتبع الأمل الذي يسوف العمل، ثم تلقى الله عز وجل من غير بضاعة تنجيك يوم القيامة. ولذلك على المرء أن يتعاهد ذكر الموت، لأن هذا يفضي إلى الأعمال الصالحة ويزجر عن معصية الله سبحانه وتعالى. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك.
ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، أي قام لصلاة الليل، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا أيها الناس، والمراد بالناس هنا أقاربه الذين معه في بيته، فيقول لهم يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. هنا تذكير، تذكير بما يكون، وليس معناه أنه قد جاءت حقيقة وواقعا، وإنما هو تذكير بما سيأتي وهو واقع لا محالة، كقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله. هنا قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، والمراد بالراجفة والرادفة النفخة الأولى والنفخة الثانية، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، كررها صلى الله عليه وسلم تأكيدا، جاء الموت بما فيه أي بما فيه من الأهوال. وهذا تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته أن يقوموا فيصلوا ويذكروا الله عز وجل، وذكرهم بالساعة وذكرهم بالموت من أجل أن يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند قيام الليل، فدل هذا على أن قيام الليل من أعظم الأسباب التي تنجي العبد، تنجي العبد من أهوال الموت، تنجي العبد من أهوال يوم القيامة، تنجي العبد من عذاب الله يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عبد الله بن عمر رؤيا رأى فيها النار وعرف من فيها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يؤول له هذه الرؤيا، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فقال العلماء قيام الليل ينجي من النار استدلالا بهذا الحديث العظيم، وأيضا ينجي من أهوال الموت وأهوال الساعة، كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل قال جاءت الراجفة تتبع الرادفة، جاء الموت بما فيه، حثهم على القيام لصلاة الليل لما في قيام الليل من الأجور العظيمة ومن دفع الآفات الكبيرة. ثم قال أي أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، فقال الربع وقال النصف وقال الثلثين، قال أجعل لك كلها. هذا الحديث يغلط في فهمه كثير من الناس، هذا الحديث يغلط في فهمه كثير من الناس. أولا المراد بالصلاة هنا الصلاة هي الدعاء، الصلاة المراد بها الدعاء، أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فأنت عندما تقول اللهم صلي تدعو الله عز وجل يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول إني أكثر الصلاة عليك، يعني الدعاء لك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فهل الصلاة الآن التي ذكرها أبي هنا فكم أجعل لك من صلاتي، هل المراد بالصلاة الصلاة المعهودة التي هي الصلاة بالأركان والسجود، أم المراد بها الصلاة الدعاء؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن الصلاة تأتي في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، كما سمعنا في الآية وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، المراد بالصلاة هنا ما هو؟ الدعاء. فهنا قال بعض العلم المراد بهذا الحديث إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من دعائي، وليس هي الصلاة المعهودة، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء. وقال بعض العلم المراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة بأركانها وبسجودها وركوعها، ولكن المراد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الدعاء، وليس كما فهمه بعض الناس أنه من أول الصلاة إلى آخرها يصلي على النبي، ما يجزيك، وين الأركان، وين الواجبات؟ فإذن المراد لو حملنا على القول الآخر، لأنه جاء في رواية أنه في قيام الليل، على الرواية الأخرى وعلى القول الآخر أنها المراد بالصلاة على النبي في الصلاة، يراد بها الصلاة في مواطن الدعاء. مواطن الدعاء مثل ماذا؟ مثل السجود بعد أداء الواجب سبحان ربي الأعلى، كذلك في آخر الصلاة بعد أن تؤدي التشهد والصلاة على النبي وتستعيذ من أربع تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد عند أهل العلم، وليس معنى ذلك أنك تترك الأركان والواجبات وتصلي على النبي في كل صلاتك.
هنا قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني مواطن الدعاء، بدلا من أن أدعو لنفسي أصلي عليك يا رسول الله. فقال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذه من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية الهم وغفران الذنب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام فوائد كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عند مسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذه فضيلة عظيمة لا تعدلها فضيلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً أن الله عز وجل يجازيك على عملك بمثله وزيادة، يصلي عليك كما صليت على الرسول ولكن بالزيادة عشر مرات. وأيضاً أن الله يصلي عليك بأن يذكرك عند الملأ الأعلى، وهذه منقبة وفضيلة عظيمة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت وحين، وليس كما يفعله اليوم الناس لا يصلون على النبي إلا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم الصلاة على النبي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة متأكدة، ولكن ليس معنى ذلك أنك تنسى الصلاة على النبي إلا في يوم الجمعة. فالصلاة على النبي فضيلة عظيمة ومن فضائل الأعمال العظيمة التي يقبل عنها كثير من الناس. تصلي صلاة فيصلي الله عليك بها عشرة، هذه تقولها في كل وقت، لا تترك هذه الفضائل العظيمة. أنت بحاجة إلى هذه الأعمال، إلى مضاعفات الأجور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.